بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، وذلك بمناسبة نجاح مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017. هذا نصها: سمو الابن العزيز العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حفظه الله قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نكتب إلى سمو ابننا العزيز معبرين عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بالنجاح الكبير والمتميز الذي حققه إقامة مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع 2017 في رحاب مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وبحضور ومشاركة نخبة من القادة والخبراء العسكريين من مختلف أنحاء العالم. وأننا لنود في هذه المناسبة أن نشيد بجهود سموكم الكبيرة والمتواصلة في إنجاح هذا الحدث الكبير وظهوره بهذا المظهر المشرف والذي يليق بسمعة ومكانة مملكة البحرين، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو إضافة جديدة إلى إنجازات مملكة البحرين التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود أبناء البحرين المخلصين، داعين الله العلي القدير أن يديم عليكم التوفيق والسداد في كل ما تبذلونه من جهود مخلصة إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.